طاقة الدولة في الخارج ان يبقى فيه حوار وطني. ما ينفعش الحوار الوطني يكون في الداخل ومش موجود في الخارج. بنجمع الكوادر دول، هم مثلا كام فرد؟ 10 12 20، ونجيب الناس اللي هم مع الدولة ويبقى في حوار. الحوار ده يكون حوار مستمر، ان شاء الله يكون مرة كل شهر. احنا هناخد ساعة او ساعتين ويكون في حوار من السفارة المصرية، الممثل للدولة المصرية، والمجتمع المدني اللي مع فكرة الدولة وبيساند الدولة، وهؤلاء المعارضين، ويكون حوار بناء نتكلم فيه. حضرتك أستاذة رشا بتشوفي في مصالحات موجودة، وفي ناس رجعت لثياب الدولة المصرية مرة أخرى، فهؤلاء من غير حوار هيفضلوا زي ما هم مشتتين. هذا احنا بنعمل ايه في الخارج؟ احنا بنتكلم معهم، احنا بنتشتم على فكرة أستاذة رشا. اي حد مناصر للدولة المصرية بيتعرض للشتيمة وبيتعرض للإهانة. أي حد ناقم من الظروف، مثلا آسف بقى مش معارضة، أنا أتكلم اجتماعيا شوية، من الظروف الاقتصادية لما بيكلم أهله أنا تعبان من العيشة، أنا تعبان من الأسعار، بيروح قارب. والناس معلش أنا آسف بيكبروا، أنا عارف كلنا مضرورين وبره كمان مضرورين، يعني مش مصر بس. بس بيحصل إن الناس بتكبر الموضوع اكتر من حجم، بيدوا الحاجة اكتر من حجمها، اللي هو موضوع الصعبانية بيبقى عندنا احنا في ثقافتنا المصرية بيبقى زيادة شوية. فالتالي بيبقى قاعد بره، ايه ده، اول ما بيجيله المكالمة حضرتك بص ايه، قلب مرة واحدة على مصر. اقول له يا ابني انت ما كنت كويس وحلو، تبقى مثلا في مصر مبسوط وسعيد وبتعمل الاجازة بتاعتك وبتتفسح، بترجع مكالمتين ثلاثة مع اصحابك بتتحول. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل الظروف دي، الحالة الاقتصادية ده. فإحنا نخلينا لأن هم بيقابلوا صعوبات فعلا، أكيد أنا برضو ما أنا مع المواطن المصري طبعا بيقابلوا صعوبات، بس الصعوبات دي عمرها ما تخلينا نقلب على الدولة. طيب لو قلنا إيه مجالات الاستثمار اللي قررتوا تبدأوا بيها؟ هو برضو عشان أكون صريح مع حضرتك، الرئيس الشرفي للتحالف المصري، للتحالف المصريين في الخارج، هو اللي اعلن هذا، الاستاذ منير غبور، وهو الرئيس الشرفي. ده الحاجه الوحيده اللي اعلن عنها في المؤتمر، اعلن ان هو هيقوم باستثمار 1.5 مليار جنيه لمسار رحله العائله المقدسه. وشرح، قال ان مفيش السائح بيجي من بره بيعدي على الاماكن المقدسه ما بيلاقيش مكان يبات فيه، فبتبقى الرحله يعني مش ناجحه ومش احسن حاجه. فهو قال احنا عايزين نجيب 50 مليون سائح سنويا لدعم الاستثمار المصري، وهيكون من خلال فتح فنادق جديده هتتكلف 1.5 مليار جنيه. هو ده هيبقى الدعم اللي خارج واللي طالع لدعم الاقتصاد المصري، لفتح فنادق. نعم، فتح فنادق علشان يستهدف استضافة 50 مليون سائح سنويا. وهيكون الفنادق دي في كل الحتت اللي فيها مسار العائلة المقدسة، اللي هو الدير المحرق وجبل الطير وهكذا.